الرئيس السيسي يشدد لوزير القوات المسلحة الفرنسي على ضرورة تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة على خلفية التصعيد في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل محاصرة وقصف محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول أنه لا وجود لمحتجزين داخل المجمع. مجلس الأمن يصوت اليوم على مسودة قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وممرات إنسانية في أنحاء غزة لتمكين وصول المساعدات. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح منظومة التمويل الدولي، وذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء لبحث التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية. وفي اجتماع منفصل استقبل الرئيس السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وبحث سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير القوات المسلحة الفرنسي نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيدا بعلاقات التعاون المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، ومعربا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها لا سيما. وقد نقل السيد الرئيس تحياته للرئيس الفرنسي، وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة، حيث تم تأكيد أهمية تجنيب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة. واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. من جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة، مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعالية وكفاءة لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية. كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والصمود أمام أي أزمات دولية مقبلة، لا سيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة.
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، والوفد المرافق له. تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ظل الأزمة الحالية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد سيباستيان لوكورنو وزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في إطار أولى الجولات التي يجريها بعدد من دول المنطقة. تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ظل الأزمة الحالية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكري الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. فيما أشاد وزير الدفاع الفرنسي بالجهود المصرية في التعامل مع الأزمة الراهنة وفقا لمقررات الشرعية الدولية وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي تطورات التصعيد الإسرائيلي الراهن على قطاع غزة، حيث أكد الوزيران تطلعهما لتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة وإيصال المساعدات ووقف الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي. قال وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع والخارجية الأيرلندي إن مباحثاتهما اليوم بالقاهرة أكدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. هذا وأكد شكري أن اللقاء تناول الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، كما تطرق إلى ضرورة مواصلة الجهود لحل الأزمة الراهنة. مباحثاتنا اليوم بالتأكيد تركزت حول الأوضاع في غزة، وكانت فرصة لمرة أخرى التأكيد على ضرورة وقف الكامل لإطلاق النار، دخول المساعدات الإنسانية. الآفاق السياسية المستقبلية مرتبطة بإقامة الدولتين، لكن في هذه المرحلة ونظرا للآثار البالغة الواقعة على المدنيين في غزة من جراء الأعمال العسكرية والمنافية ومخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، العدد الضخم من المدنيين الذي فقدوا أرواحهم والمصابين أكثر من 12,000 فقدوا أرواحهم، نصفهم أو أكثر من الأطفال والنساء، وضع إنساني في الحقيقة لا يحتمل، وضع لابد من وقوفه فورا. لا يمكن أن تتخذ عمليات عسكرية تأتي بهذا الكم خلال فترة وجيزة من الضحايا المدنيين تحت أي ظرف من الظروف. كما جدد وزير الخارجية سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدفاع والخارجية الأيرلندي التأكيد على رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض عمليات التهجير على حساب القضية نفسها أو على حساب دول الجوار. وشدد شكري على بذل الجهود من أجل إيفاء احتياجات أهالي قطاع غزة من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة لإدخال المساعدات والشاحنات تقف أمام المعبر في انتظار الدخول، مطالبا المجتمع الدولي بتسهيل دخول المساعدات. رفض مصر الكامل لأي نوع من التصفية سواء على حساب القضية الفلسطينية أو على حساب دول الجوار مرفوض تماما. نحن نقوم بكل جهد للوفاء باحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في غزة، لاحتياجات المدنيين من المواد الأساسية. معبر رفح مفتوح منذ اندلاع هذه الأزمة وقبله، وفي الحقيقة ما يتم
من دعوات ومن مظاهرات للمطالبة بفتح المعبر هي في الحقيقة لا أستطيع أن أوصفها غير أنها لا تراعي إطلاقا حقائق الأمور، وإنما ربما تهدف إلى أغراض سياسية ليست لها علاقة بالوضع الإنساني في قطاع غزة. فالمعبر مفتوح، ولكن مدى إمكانية دخول المساعدات هي مرهونة بالاتفاق القائم فيما بين إسرائيل باعتبارها دولة الاحتلال وأجهزة الأمم المتحدة. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا من سيناريو التهجير القسري الذي لا زالت بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصات إعلامية واتصالات دولية، مؤكدا أن من يفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يمكن أن يتسبب فيها في المنطقة. تصريحات أبو الغيط جاءت خلال استقباله لنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية أيرلندا يال مارتن بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأوضح أبو الغيط خلال اللقاء أن الكثيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط يشعرون بالإحباط الشديد بسبب ازدواجية المعايير التي يمارسها عدد من الدول الغربية حيال الهجمة الإسرائيلية على غزة، وكأن قيمة الحياة الإنسانية تختلف بحسب الجنسية أو الديانة. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي انسحب من داخل مستشفى الشفاء في غزة، لكنه ما زال يحاصره بالدبابات، وذلك بعد أن اقتحمه فجر اليوم بزعم وجود مركز قيادة لحركة حماس تحت المستشفى. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن عدم وجود محتجزين بالمستشفى. جريمة أخرى ضد الإنسانية والقوانين الدولية تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه مجمع الشفاء الطبي الذي يضم مئات الجرحى بينهم أطفال، بعد أيام من حصار مطبق فرضته الدبابات الإسرائيلية التي طوقت موقع المجمع الطبي. وبين عشية وضحاها بات مستشفى الشفاء في قطاع غزة تحت نيران القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مبنى الجراحات التخصصية قسم الطوارئ في المجمع الطبي، وبدأت عمليات تفتيش واسعة بذريعة استخدام حركة حماس المستشفيات لإخفاء مراكز القيادة والرهائن عبر الأنفاق. وتنفي حركة حماس والسلطات الصحية وجود أي بنية تحتية عسكرية داخل المستشفى، مرحبين بأي تفتيش دولي. كما حملت حركة حماس إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، مؤكدة أن تبني البيت الأبيض والبنتاغون لرواية الاحتلال الكاذبة والزاعمة باستخدام الحركة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين. وفي الأثناء حملت وزارة الصحة الفلسطينية القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء الطبي الذي يضم نحو 650 مريضا بينهم 100 من مرضى العناية المركزة، بالإضافة لنحو 500 من الطواقم الطبية، إضافة إلى 5000 نازح من الأطفال والنساء وكبار السن في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاذ الوقود. وفور الاقتحام تنصل البيت الأبيض وأعلن عدم تأييده لقصف المستشفيات جوا أو حتى نشوب معركة بالأسلحة النارية في المستشفى تسفر عن وقوع ضحايا أبرياء ومرضى يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران. تنصل لم ولن يمحو ما حفره الاقتحام في ذاكرة الإنسانية، والتي ستكون النقطة الأكثر سوادا في سجل انتهاكات مريرة يقابلها المجتمع الدولي بأذان صماء وعيون عمياء ولسان ينطق فقط لحفظ ماء الوجه دون أن يسمن أو يغني من جوع.
أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية التصعيد الأخير من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أدان أشتية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع الصحي في قطاع غزة. إذا كان بوسعنا أن نسمي هذه الحرب في غزة، فيمكن للمرء أن يطلق عليها الحرب على المستشفيات، والحرب على الجرحى، والحرب على المرضى، والحرب على الأطفال الرضع، الحرب على الأطفال الرضع الذين هم في الحضانات. لم يحدث هذا في أي مكان في التاريخ أن يتم استهداف المستشفيات. إنما يحدث في غزة هو جريمة حرب واضحة جدا ترتكبها إسرائيل بحق من يعالجون في المستشفيات. قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور محمد الزقوت، قال إن الوضع في مستشفى الشفاء بائس للغاية لدرجة أنه وصل إلى حافة الانهيار. وأضاف الزقوت أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش الأطقم الطبية في المستشفى وأجرت معهم تحقيقات. طبعا مجمع الشفاء لا زال يحاصر إلى الآن، لا زال جنود الاحتلال موجودين في الطابق الأرضي والطابق البدروم، هم يقومون بتفتيش الموظفين، بتفتيش المدنيين، بتفتيش حتى الجرحى والمرضى. بعضهم قد تم تجريده من ملابس ووضعه في وضع مهين ومزري، ويقومون بتفتيش كل شيء موجود في المستشفى. ينتقلوا من مكان إلى مكان، انتقلوا إلى مكان الكلى، إلى مكان الطوارئ، دبابات تتحرك داخل أسوار المستشفى. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شن غارات مكثفة وقصف مدفعي متزامن على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم 40 على التوالي، حيث استشهد وأصيب العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء جراء غارات اليوم التي استهدفت منازل وبنايات سكنية في أنحاء عدة من أبرزها حي الشيخ رضوان شمال القطاع الذي استشهد فيه 29 شخصا فضلا عن إصابة آخرين. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بوسط مخيم جباليا أسفر عن استشهاد 4 وإصابة العشرات. كما قصفت تجمعا لعدد من الفلسطينيين بالقرب من المدارس شرق جباليا، وأغارت على منازل بخان يونس جنوب القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 11,320 شهيدا، من بينهم 4,650 طفلا، فضلا عن 3,145 سيدة. كما أعلنت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين في القطاع ارتفع إلى أكثر من 28,000، مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين غير نهائية وقابلة للزيادة، موضحة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات محدثة بسبب حالات الاتصالات في غزة. إلى هذا، تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية في محوري شمال وغرب مدينة غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. كما تخوض الفصائل اشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي. هذا وأكدت حركة حماس أنها استهدفت اليوم جرافة إسرائيلية خلال توغلها شرق مدينة دير البلح بقذيفة الياسين 105. في المقابل أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين في معارك شمال قطاع غزة، ليصل إجمالي قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 49 قتيلا، ومنذ 7 أكتوبر الماضي إلى 368 قتيلا. أعلن الجيش الأردني في بيان له عن إصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، وذلك أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.
نقل البيان عن ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى خلال محاولاتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي. ووضح البيان أن إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة، مشيرا إلى أن زملائهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين. اعتبر وزير الخارجية والمقتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب اعتبر أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقا فاضحا للقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. جاء ذلك خلال استقبال بوحبيب للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت. أكد الوزير أن التطرف الإسرائيلي يجلب الكوارث، مثمنا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معتبرا أنه يمثل تعبيرا عن الصوت الأخلاقي والإنساني دفاعا عن الأطفال والمدنيين في غزة. يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مسودة قرار يدعو إلى فرض هدن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات. ذكر بعض الدبلوماسيين أنهم يتوقعون أن يصوت المجلس الذي يضم في عضويته 15 دولة على القرار، لكن من المرجح أن تمتنع بعض الدول عن التصويت، ويلزم أي قرار الحصول على 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقد. And I would like to honor the memory of the 5 police officers who lost their lives in the line of duty over the past year. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث على أنه يجب ضمان التحرك الآمن للمدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى ضرورة إدخال المساعدات للقطاع. أضاف غريفيث أن الوقود أهم ما يجب أن تركز عليه جهود إيصال المساعدات إلى غزة للحاجة الملحة إليه داخل قطاع غزة. By the United Nations and other humanitarian agencies to provide aid to Gaza. أعتقد أن فيليب كذلك قال اليوم بعد الظهر إنه كان هناك 24 ألف لتر من الوقود. أود أن أقول بعض الكلمات عن الوقود. أولا، الوقود هو محرك العديد من الاستجابة الإنسانية، فهو محرك تحلية المياه، الكهرباء، وكذلك ضروري لتشغيل المستشفيات، وهو ضروري للشاحنات التي تنتقل من معبر رفح إلى نقاط التوزيع. لكن 24 ألف لتر مرحب بها، لكنها غير كافية من أجل تقديم الوقود الذي نريد تزويد كافة غزة به. حسب فهمي، إذا أردنا أن نغطي كل الأراضي في غزة والمحتاجين، سنحتاج 200 ألف لتر يوميا من الوقود، وهذا يحدث لسنوات. الأونروا لديها خبرة واسعة في هذا الأمر، وكذلك الوكالات الدولية لها خبرة في توزيع الوقود.
أظهر استطلاع أجرته رويترز إبسوس أن أغلبية الأمريكيين يدعمون الآن وقف إطلاق النار في الحرب في قطاع غزة. قال نحو 32% من المشاركين إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل بانخفاض من 41% في منتصف أكتوبر. وقال 15% من المشاركين إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم المصالح الفلسطينية في الحرب، وهو الأمر الذي لم يتغير إلى حد كبير. وقال ما يقرب من 70% من الأمريكيين إن على الحكومة الإسرائيلية أن تسعى إلى وقف إطلاق النار. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل إلى وضع حد لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. طالب سانشيز بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني، كما طلب بالإفراج الفوري عن المحتجزين لدى حماس منذ 7 أكتوبر الماضي، متعهدا بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم، نتابع فيها. معبر رفح يشهد دخول أول شاحنة محملة بالوقود إلى قطاع غزة، ومطار العريش يواصل استقبال المساعدات الدولية. يواصل معبر رفح الدولي فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية. أفادت قناة القاهرة الإخبارية بدخول أول شاحنة محملة ب 25,000 لتر من الوقود إلى قطاع غزة، وذلك عبر معبر رفح، وذلك منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر الماضي. كان المعبر قد شهد أمس دخول قافلة إغاثية تضم 150 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية، كما شهد المعبر خروج 400 من رعايا الدول، فضلا عن استقبال 4 حالات من المصابين الفلسطينيين. هذا ويواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية، حيث يستقبل المطار الطائرة الإغاثية 20 من الجسر الجوي الكويتي محملة ب10 أطنان من المساعدات، وكذلك الطائرة الإغاثية السعودية 7 وطائرة مساعدات أردنية محملة ب12 طنًا من المواد الغذائية. كان المطار قد استقبل أمس 4 طائرات مساعدات من السعودية والكويت وقطر والإمارات. وصل إلى مستشفى العريش العام وزير الصحة خالد عبد الغفار ونظيره التركي ليتفقد أحوال المصابين من الأشقاء في فلسطين. خلال هذه الجولة وزع الوزيران هدايا تذكارية على الأطفال المصابين ووجها لهم كلمات الدعم والتشجيع، وشدد وزير الصحة على أن جميع مستشفيات الجمهورية على أهبة الاستعداد لاستقبال المئات بل الآلاف من الأشقاء الفلسطينيين إذا لزم الأمر. وعبر المصابين والمرافقون من الأشقاء في فلسطين عن خالص شكرهم للشعب المصري لما نالوه من رعاية خاصة. مصر دولة عظيمة ودولة كبيرة ودولة يعني في الأزمات اللي زي كده ما بتبخلش على أي حد من إخوانها ومن جيرانها. احنا يعني مخصصين في المرحله الاولى 37 مستشفى، 11000 سرير، 1700 يعني سرير رعايه مركزه، بالاضافه طبعا الى 38000 طبيب، 25000 هيئه تمريض. منظومه ضخمه جدا واستراتيجيه من اول يوم، يعني من تكليفنا من ست الرئيس بالاستعداد لهذا الوضع.
يمكن بدأنا بمستشفيات شمال سيناء زي بير العبد وزي العريش العام والشيخ زويد زي ما انت عارف، ثم انتقلنا بعد كده لمنطقة يعني قناة السويس. عدد المرضى يعني هو حقيقي اللي بيوصل لنا قليل، ولكن إصابات يعني كارثية. ما فيش مريض بيوصل له فيه إصابة واحدة بس، المريض بيوصل فيه أكتر من إصابة: مخ وأعصاب، عظام، شظايف أنحاف الجسم، كسور، تهتك في الأنسجة، قلب، يعني حاجات في إصابة في الصدر. فللأسف الإصابات وحشية جدا. المجهود اللي بيتعمل من الطاقم الطبي هنا والوزارة موفراه حقيقي شيء جميل جدا ورائع جدا. والله احنا من أول ما خشينا المستشفى يعني أنا لقيت إشي فوق الخيال. ليش؟ أنا خشيت مع وديع من أول، احنا من أول دقيقة ما وصلنا يعني أخذوا وديع في الاستقبال، فكانوا يمكن 20 من الأطباء حوالين وديع، واحد على يده واحد على رجله واحد اثنين واحد يناول واحد. يعني كانوا مهتمين فيه خمس دقائق كان وديع كله مغيرين له ومجهزينه، واهتمام يعني فوق الخيال. يعني من أول ما وصلت مصر وأنا مطمئن، لما كنت في الشفا لما كنت في غزة كنت غاد قاعد يعني قاعد من غير أمل على الفاضي. عملوا لي غاد عملية نجحت هي، بس برضو كنت قاعد على الفاضي غاد. يعني ما كانش في أمل، يعني قاعد غاد يعني بين حياة وموت، يعني على الفاضي في الشفا كنت قاعد، لأنه فيش غاد إمكانيات وفيش غاد مساعدات، وكانت الشفا مهددة كمان. حتى مية ما كانش في الشفا، مية ما كانش ولا مية ولا أكل ولا شرب. تواصل مستشفيات محافظة شمال سيناء استقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين بمختلف أعمارهم ليحصلوا على الرعاية الكاملة من عمليات جراحية واستشفاء وعلاج طبيعي. ويطلعنا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري على مزيد من التفاصيل. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، أحدثكم هنا من داخل مستشفى العريش. هذه المستشفى التي استقبلت عدد كبير من المصابين هنا من الأشقاء في فلسطين. هؤلاء المصابين أعمارهم مختلفة، تبدأ من الأطفال 5 سنوات الذين قاموا بعمليات كبيرة إما في الرأس أو في القدم أو في الأيادي، أو حتى من الشباب فوق 20 عاما الذين أيضا يعني نالوا جزء من العمليات هنا في مستشفى العريش العام، وبعد ذلك أيضا جزء من العلاج الطبيعي. كنا هنا في جولة مع وزير الصحة المصري ونظيره أيضا وزير الصحة التركي والسفير التركي في مصر، الذين قاموا بزيارة المصابين هنا داخل مستشفى العريش العام، وتحدثوا أيضا معنا عن أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وتحديدا الجزء الخاص بالصحة على استعداد استقبال مئات والآلاف ربما من الأشقاء في فلسطين، ليس في مستشفى العريش فقط ولكن في جميع مستشفيات جمهورية مصر العربية. جاء ذلك بعد مؤتمر صحفي بالطبع لهم داخل معهد ناصر، وأيضا كان هناك في معهد ناصر إشادة بحجم الاستقبال الكبير وأيضا العمليات المختلفة التي قامت بها الجهة الصحية المصرية مع الأشقاء المصابين. يأتي ذلك بالتزامن بالطبع مع دخول عدد كبير من المصابين، حيث تخطى اليوم أكثر من 10 مصابين دخلوا إلى جمهورية مصر العربية وتم توزيعهم على المستشفيات. وأيضا وزارة الصحة قامت بتجهيز عدد كبير من الحضانات الخاصة بالأطفال لاستقبال أكثر من 35 طفلا إذا سمح الأمر بنقلهم من الأشقاء في فلسطين هنا إلى مصر. ذلك بالطبع بعد خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة تماما بعد نفاذ الوقود وموت واستشهاد عدد كبير من الأطفال داخل المستشفيات ومنها مستشفى الشفاء بعد أن خرجوا من الحضانات بسبب بالطبع نفاذ الوقود. واليوم هو التطور الملحوظ الأول، وهو بالطبع دخول الشاحنة الأولى للوقود محملة بما يقرب من 25,000 لترا، وتم تحديد استخدام هذا الوقود من جانب قوات الاحتلال لسيارات نقل المساعدات فقط عن طريق الأونروا، ولم يتم توزيعها بالطبع على المستشفيات المختلفة أو حتى على المرافق الحيوية التي بالطبع خرجت عن الخدمة بسبب بالطبع توقف أو وقف وعرقلة قوات الاحتلال لدخول الوقود ودخول جميع المساعدات إلى قطاع غزة هنا من مستشفى العريش العام. نقلنا لكم الصورة مع المصابين، نقلنا لكم الصورة مع الأشقاء في فلسطين، نقلنا لكم الصورة أيضا من جولة وزير الصحة المصري ونظيره التركي داخل مستشفى العريش العام. كريم بيبرس من مستشفى العريش العام، التلفزيون المصري.
كان وزير الصحة خالد عبد الغفار ونظيره التركي فخر الدين قوجة قد تفقد عددا من المصابين والجرحى والأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمعهد ناصر. اتفق الوزيران على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة. هناك استنفار في هيئة الإسعاف وفي الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتوفير الحضانات اللازمة المتنقلة. صعوبة هذا الموضوع هو انتقال الأطفال الذين نعلم عددهم أكثر من 35 طفل، وهناك طبعا زيادة في الأعداد لأن هناك ولادات دائمة سواء بيعانون من نقص في الوزن أو الولادة قبل الميعاد أو بعد عدم اكتمال الرئة، فيعني موجودين على أجهزة التنفس الصناعي. الصعوبة في نقلهم من مستشفى الشفاء إلى المعبر، ولكن الجانب المصري مستعد بأكثر من 35 عربية إسعاف بها وحدات حضانات متنقلة. حتى وصول أي طفل أيا كان عددهم سيتم التعامل، وهناك خطة موضوعة لنقل هؤلاء الأطفال إلى مستشفيات شمال سيناء أو إلى أيضا مستشفيات خاصة بمنطقة القناة. وبالتالي نحن على تواصل مستمر، كل ما نتمناه أن نصل إلى مرحلة وجود الأطفال المبتسرين إلى المعبر، وسوف يتم التعامل معهم فورا. وإنه بعد الأحداث التي مرت منذ 7 أكتوبر الماضي، فإننا ومع زميلي السيد عبد الغفور نعمل بشدة وبشكل وثيق ومتضامن على المستوى الشخصي أو الفني، وما زلنا مستمرين في هذا التعاون. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. وفي ملف الانتخابات الرئاسية، نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا في محافظة الجيزة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويواصل الحزب بكافة أماناته تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. يواصل حزب مستقبل وطن بكافة أمانات تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث نظمت أمانة الجيزة المؤتمر الجماهيري الأول لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم من أمانة المرأة من المحافظة. ده كله تعبير من المرأة المصرية، بنقول كلمتنا، بنأيد وبندعم، وبنقول ان احنا يعني جاهزين لصندوق الاقتراع، ان احنا كلنا هنطلع، ان احنا كلنا هنقول بنأيد سيادة الرئيس، واحنا عاوزينك يا سيادة الرئيس. دلوقتي بقى في امن، بقى في استقرار، بقى في عندنا بنية تحتية، بقى في عندنا عاصمة إدارية جديدة، بقى في عندنا استكشافات للبترول والقطاعات الاخرى، بصراحة في تنمية حقيقية، فاحنا محتاجين معالي الرئيس يكمل، وإن شاء الله هيكمل بينا وإحنا في ظهره. المرأة المصرية بتعبر عن فرحتها ومشاركتها ودعمها لمعالي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي إدى لعظيمات مصر جزء من حقوقها، ومن ضمنها 25% في البرلمان، فالنهاردة جايين يعبروا عن فرحتهم ومشاركتهم ودعمهم لمعالي السيد الرئيس. فعاليات أمانة الجيزة الحقيقة متعددة، والعمل كخلية النحل إيمانا وتقديرا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانا أيضا بأهمية وجوده واستمراريته معنا. وخلال المؤتمر أكد المشاركون الدعم والتأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم العظيمة وعلى مكتسبات المرأة التي حظيت بها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أمانة المرأة في الجيزة الحمد لله في الاستحقاق اللي فات بتاع التوكيلات كانت واخدة رقم 1 على مستوى الجمهورية، وفعلا عظيمات مصر في الجيزة ليهم دور كبير جدا في دعم فخامة الرئيس. المؤتمر ده رد جميل من نساء مصر اللي هي شافت يمكن في 10 سنين بتوع الرئيس
ما شافتوش في أي عصر من العصور إن الرئيس إدها كل حقوقها بدليل 25% اللي بتمثل النهاردة المرأة بتمثلها في مجلس النواب. الحقيقة أمانة المرأة حبت تكون هي أول الأمانات في بداية الفعاليات، لأن رد الجميل للرئيس، لأن الرئيس وقف كتير جدا جدا مع المرأة، فإحنا بنحاول نرد ولو جزء بسيط من اللي هو بيقوم به للمرأة. يذكر أن حزب مستقبل وطن كان قد أعلن دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وينظم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا تحت عنوان حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز في نسخته الرابعة بقرية شبين القناطر بمحافظة القليوبية. جاء ذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية. وقد تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية. طبعا هذه البلد بهذا الاستقرار لازم وراء قيادة سياسية واعية عارفة ايه مصلحة البلد، فلازم كلنا نتكاتف نكون ايجابيين وننزل كلنا نشارك. احنا من 2014 الى 2023 او 9 سنين، الاستقرار اللي احنا عايشين فيه، الامن اللي احنا عايشين فيه ده، شوفوا اسمحوا لي يا باشا التفكير بالكبر والحاجه دي حتى الامن والسلام اللي يشبهها الله من خلال واحد ان احنا نؤذن في خبره الرئيس وفي الانتخابات ان احنا ننزل نحن جميعا مؤذنين تنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الجيزة في 17 من نوفمبر الجاري. ويعقد المؤتمر بمركز البدرشين في قرية أبو رجوان القبلية، ويأتي المؤتمر في إطار تعريف المواطنين بالبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران حتى يتسنى لهم المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم من خلال تنظيم تلك الفعاليات والمؤتمرات التوعوية، وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب وشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أعلن النائب وعيد هيكل المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية في بورسعيد. قال هيكل إن المؤتمر يعقد في تمام الساعة 5 مساء يوم الجمعة المقبل. هو واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات، فضلا عن مساعدي وقيادات الحزب. التقت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر بأمانة العمل الجماهيري بحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة. تناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح. وقد سلط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج والتي تهم الشارع المصري. الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. فاطمة خليل تقدمها لنا. أهلا بك فاطمة. أهلا بك نوى توفيق، وأهلا بك دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات وتحويل مصر لمركز لوجستي عالمي. وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة قيام الوزارات المعنية بدراسة ما تم عرضه من مقترحات وتوصيات تمهيدا لتنفيذها. وتناول الاجتماع موقف مشروعات الربط مع دول الجوار عبر منظومة متكاملة من النقل البري والسككي والبحري والنهري من أجل تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحيطها من دول الجوار. قرر البنك المركزي زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل مع حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات. كما قرر البنك المركزي مضاعفة حدود التعامل للأفراد بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومي هو 60,000 جنيه بدلا من 30,000 جنيه، والحد الأقصى الشهري هو 200,000 جنيه بدلا من 100,000 جنيه. وأوضح البنك أن الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوفر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة فئة ألف يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80,000 جنيه بدلا من 40,000 جنيه، والحد الأقصى الشهري 400,000 جنيه بدلا من 200,000 جنيه. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مستجدات نتائج جهود وزارة التعاون الدولي بشأن توفير التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية برنامج نوفي. كما استعرض الاجتماع أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويلات في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نوفي خلال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة COP27. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين في ممال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت نحو 3,400 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1,632 مليار جنيه. ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 24,138 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 4,819 نقطة. ارتفع مؤشر EGX 100 بنسبة 77% ليغلق عند مستوى 7,081 نقطة. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بلغت ذروة الإنتاج، مما طغى على تأثير إشارات إيجابية بخصوص الطلب على الخام من الصين أكبر مستهلك للنفط. وتراجعت العقود الأجلال لخام برنت بنسبة تصل إلى 92% ليسجل نحو $81.71 للبرميل. كما هبطت العقود الأجلال لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% لتصل إلى $77.39 للبرميل. وكما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل إلى $2.08 للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.25% لتسجل نحو $3.18 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تجاوز نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر الماضي، لكن الصورة الاقتصادية الأساسية سلطت الضوء على أوجه ضعف كبيرة مع استمرار عرقلة قطاع العقارات المتضرر لتحقيق انتعاش كامل. أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي الصيني نما بنسبة 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 4.5% المسجلة في سبتمبر. وارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 7.6% في أكتوبر مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم، متسارعة من زيادة قدرها نحو 5.5% في سبتمبر، مسجلة أسرع وتيرة منذ ماي.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزميلات لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة خليل. وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء عقد شراكة مع جمعية رؤية حياة، والتي قامت بدورها بعمل بروتوكولات تعاون مع 8 جمعيات قاعدية بمحافظة المنيا لتنفيذ فصول المدارس الحقلية الزراعية. يهدف عقد الشراكة لرفع قدرات 200 شخص من ذوي الإعاقات الذهنية من سن 12 إلى 45 عاما على مستوى 8 مراكز بمحافظة المنيا ليكونوا مؤهلين للعمل والإنتاج. ويختص الصندوق بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق البيئة والمناخ الدامج لهم لمساعدتهم على العيش باستقلالية من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة. تتواصل فعاليات معرض بيع المواد الغذائية والسلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة بمحافظة دمياط في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية. يضم المعرض 20 قسما متنوعا لبيع السلع الغذائية، منها مواد غذائية وبقوليات ومنتجات ألبان ودواجن ولحوم وخضروات وفاكهة، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30%. المبادرة بتحتوي على نسب تخفيض من 20% لـ30%. المبادرة بتحتوي على البقوليات والخضروات والفاكهة، وموجود أيضا اللحوم البلدي، وأيضا موجود السكر والزيت والمكرونات، كل ده موجود في المعرض بنسب تخفيض من 20% لـ30%. الأسعار كويسة وأقل من بره، يعني بـ 3-4 جنيه في كل صنف تقريبا يعني. وكمان بالنسبة للفاكهة برضو أقل من السوق، برضو بتنقي بإيدك، يعني دي الفاكهة والخضار الميزة إن أنت بتنقي بإيدك، غير بره ما يسمحلكش إنك تنقي يعني، فالفاكهة والخضار بتنقي بإيدك. أسعار خيالية بأمانة يعني، غير السوق خالص، في فرق جامد يعني في الأسعار. يعني هنا السكر ب 27، بره حصل دلوقتي 45 وفي كمان ب 50، فطبعا في فرق شاسع قوي في الأسعار. وبالنسبه برضو للرز والزيت والمنتجات معظمها هنا كتير، يعني كتير فرق اسعارها عن بره بكتير يعني. وقفه اخيره مع اخبار الطقس والاحوال الجويه. هذه عوده مع فاطمه، تفضلي. شكرا نهى، شكرا دينا، واهلا بكم مشاهدينا. ووقفه اخيره مع احوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيانه بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 27، الصغرى 19، اسكندرية 26 18، مطروح 25 17، بورسعيد 26 18، الإسماعيلية 27 17، وجوها مائل للحرارة. بالنسبة للسويس 27 18، العريش 26 17، طابة 29 20، شرم الشيخ 30 21، الغردقة 30 20، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 29 18، أسوان 30 19، الوادي الجديد 31 18، شلاتين 30 25، حلايب 26 23، وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع أهم اللقطات اليوم. الآن الطاقم الطبي بمتابعة الأمر لوجود غبار كثيف الآن يختنقون من هذه الغازات التي تنبعث من القذيفة التي أطلقت على مبنى التخصصات. إذن الاستهداف مباشر لمبنى التخصصات، يتم إجلاء المرضى الذين تم إجلاءهم أصلا من عناية العناية المركزة إلى مكان على الممرات الآن. الأمر صعب ومعقد للغاية، يتم إجلاء المرضى الآن من داخل القسم لوجود غبار ودخان كثيف يسبب اختناق المصابين. خالد يتم إجلاء المرضى بصعوبة بالغة. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يشدد لوزير القوات المسلحة الفرنسي على ضرورة تجنب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة على خلفية التصعيد في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاصرة وقصف محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إنه لا وجود لمحتجزين داخل المجمع. ومجلس الأمن يصوت اليوم على مسودة قرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وممرات إنسانية في أنحاء غزة لتمكين وصول المساعدات. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. دينا ازيك يا نهى؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. يعني طيب، لما تشوف خبر زي بتاع مستشفى الشفا والمذبحة اللي حصلت في المستشفى من امبارح بالليل، ونلاقي وسائل الاعلام بتاعه الكيان الصهيوني بتقول مفيش محتجزين جوه، طيب السؤال بقى وليه مستمرين في قصف ومحاصرة المستشفى؟ تضربوها ليه اصلا؟ صحيح، يعني اذا كنتوا انتوا بلسانكم الاعلام بتاعكم والصحافه بتاعتكم بتقول مفيش حاجه، ده انتوا اللي بتقولوا. صحيح، طب بتضرب ليه؟ فهنا هي فعلا مش هزار، هو اثبات حقيقي على انه الناس دي مش خايفه من المجتمع الدولي حقيقي، ولا فارق معاها حاجه حقيقي، وما بيجوش غير من وجهه نظري بالضغط والالم، يعني لازم تقلبوا عشان يمشي على العجين ما يلخبطوش. حقيقي ربكم يسهل بقى، ربنا معاك. حلقه اكيد فيها رب كتير من التفاصيل باذن الله. شكرا، يصبرنا ويقدرنا. شكرا يا نوى، وشكرا يا دينا، واشكركم جدا مره ثانيه، واستاذنكم نبدا.